السلام عليكم ورحمة الله. من الجميل أن تجلس وتسولف مع أشخاص لهم خبرة في المجال العقاري أو داخلين السوق العقاري من عقود من الزمن. فاليوم حبيت أنا كعبد الله أشارككم تواصلي كان مع شخص من الأشخاص اللي داشين مجال العقاري أو داشين سوق العقاري في دبي من 30 سنة، من بداية التسعينات، مستثمرين في المجال العقاري. وطبعا هذا الريال رب العالمين فاتح له رزق، الريال رب العالمين كاتب له خير. يعني من دخل في المجال العقاري في سنة التسعينات لين اليوم الريال مستمر في مجال العقاري وشاف منه الخير وشاف منه الرزق. فجلست اسولف وياه، عمي شو الأشياء اللي استفدت منها، شو الأشياء، شو المواقف اللي مريت بيها، شو أشياء ندمت عليها، شو الأشياء اللي حاب تستمر فيها. فتجربة كانت حلوة أو دردشة كانت جميلة. أعطيكم بعض النقاط اللي لفتت نظري أنا كعبد الله، كشخص يعني أعتبر من عياله الصغار أو يمكن أعتبر من أحفاده كشخص. الريال قال لي عبد الله أنا في سنة التسعينات، يعني قبل 30 سنة من اليوم، إحنا 2020 اليوم، فسنة 1990، قبل 30 سنة بالضبط جت لي فرصة. أنا كنت مجمع لي فلوس ويلا أبى أبدأ في استثمار العقاري الأول، هاي تجربته الأولى. قال لي يا عبد الله جت لي فرصة هذيك الأيام في التسعينات، بداية التسعينات، إن أستثمر في أرض. أنزين كلمت وسيط، كلمت ريال يا فلان دور لي أرض مكانها ممتاز ومن هالأمور. طلع لي الأرض، الريال طلع لي أرض، شاركني في أرض هذيك الأيام في البرشة، أيام التسعينات، طلع لي أرض مكانها في البرشة وسط السيح. قال لي قلت له زين، قال لي هذيك الأيام عرضها علي ب50,000. قلت له أوكي شو صار؟ قال لي عبد الله أنا هذيك الأيام وديتها عند برج الشيخ راشد. قلت له شوف برج الشيخ راشد؟ قال لي هنا. قلت له من هني وطالع، من صوب برج الشيخ راشد وطالع صوب بر دبي وهالمناطق، طلعني هالبقعة. من الجهة العكس، من برج الشيخ راشد جهة دبي مول داون تاون، وانت رايح للبرشة هالبقعة كلها انساها، طلع لي من هالمكان وطالع. قلت له زين؟ قال لي يا عبد الله تعرف هذا القرار، يعني اللي كانت هذيك الأيام بالنسبة لي أوكي أنا أشوف دبي من صوب برج الشيخ راشد وأقرب، هذه نظرتي هذاك الوقت، أول استثمار هذاك الوقت. يقول لين اليوم أنا نادم على هالقرار. أقول له ليش؟ قال لي تعرف هاي الأرض اللي ب50,000 هذيك الأيام، الحين يوم صار مول الإمارات، قامت البرشة، بعد 30 سنة أتكلم وياك، هالأرض أنا لو استثمرت فيها، لو طلعت أدبال قيمتها. اليوم الأرض هاي اللي الريال فوتها، اليوم الأرض لو استثمر فيها تجيب له فوق 10 ملايين. يعني لو نتكلم 50,000 اضربها في 10 500,000، اضربها في 100 نص مليون. انزين يعني لو طلع 200 ضعف في هذاك الاستثمار من رأس المال، طبعا تضخم على صوب ومن هالأمور. لكن هذا شخص داخل في المجال العقاري من 30 سنة، انزين، ويتكلم لي من تجربة 30 سنة. شو فرصة جت له وفرصة يعني يعتبر عمره نفوتها. غير عن هذا، من بعض الأمور اللي دردشت وياه وهذا، قلت له زي عمي شو شوف المجال العقاري؟ قال لي والله تبقى الصراحة عبد الله أنا مع مقولة العقار يمرض ولا يموت. أنا مريت بفترات العقار في ارتفاع، العقار في هبوط، العقار في ارتفاع. الشخص اللي يستثمر في المجال العقاري لازم يفكر على المدى البعيد، مش يفكر والله سنة سنتين 3 سنين. لا، الشخص اللي يبي يكون ناجح في هالمجال يفكر 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. هذه يعني أشوفها نصيحة مهمة أي شخص حاب يدش في مجال العقارات. قلت له زين شوف يعني في مجال العقارات، يعني شوفه سلبي بشكل عام، شوفه إيجابي، شو انطباعك؟ قال لي عبد الله أنا 30 سنة داش والحمد لله رب العالمين فاتح لي ومستثمر ولا زلت أستثمر في العقارات، فإذا أشوفه سلبي طبيعي ما بكون أستثمر. طبعا سكتني في هالنقطة. خلاصة الكلام، الشخص اللي بيخطو أو بيدخل في المجال العقاري خلي يفكر بعيد المدى، ما يفكر اليوم باكر ورا باكر، خلي يفكر 10 سنين قدام، 20 سنة قدام. والله اليوم أنت رب العالمين يمعت فلوس، رب العالمين فتح لك فرص، اليوم السوق متروس فرص، فتح لك فرص،
شوف الفرصة المناسبة وشوف خل عندك بعد نظر. يعني خلنا ناخذ قصة الريال كفايدة لنا ونبدأ نطبقها يعني كشخص خبير وكشخص صاحب تجربة. اليوم نادر ما تحصل أشخاص يعني كبار في السن ويتكلمون عن بعض تجاربهم، بعض المواقف اللي ممكن ندموا عليها، بعض المواقف اللي يشجعون الشباب فيها. شيء نادر يعني شوفه ان كبار في السن ويتكلمون في تجاربهم. فحبيت اشارككم نقطة او نصيحة يعني مرت علي من بعض التجار في المجال العقاري، واتمنى انها تعجبكم. لمتابعيني في الانستغرام لا تنسوا تسوون لايكات، لمتابعين اليوتيوب اهم شيء سووا سبسكرايب. انا ما تكلمت عن السبسكرايب بس هالمرة بتكلم عن السبسكرايب، سووا سبسكرايب وسووا لايك. وتحياتي عبد الله كاظم ومع السلامة.